أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الحكم في من يقول لعلماء السنة الذين ربما أخطأوا خطأ يسيرا أنهم حزبيون، فهل هذه تعتبر غيبة لهم؟ حزبيون ليش؟ تحزبون لمن؟ إن كانوا يتحزبون للأشخاص هذا لا يجوز، ما يجوز التحزب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة وهو الذي يتحزب بالاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم ويكون من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما التحزب لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. نعم.